هلا الفلسفه العامه، هلا انا كيف ممكن نطبق هاي الفلسفه الى حد ما؟ بس على فكره قبل ما نطبقها بدي اذكركم شغله. اخذتوا انتوا الليجال انفورماتكس مضبوط؟ اخذتوا شو؟ اخذتوا مقدمه على القانون؟ تعرفوا القانون كيف بيشتغل؟ هلا انت تيجي تقول انت عندك مؤسسه، عندك شركه، تحط لها قوانين مضبوط؟ القوانين تبعتك اللي حطيتها انو بفسرها؟ انو الاعم منها؟ قوانين الشركات، قانون الشركات اللي في البلد صح؟ انو اعم من قانون الشركات؟ يعني اذا شيء مش موجود بقانون الشركات مين بروح؟ القانون العام. طب اذا شيء مش موجود بالقانون العام؟ الدستور تاع البلد. اذا مش موجود الدستور تشريع؟ نعم المحكمة الدولية؟ لا، اللغة، القاموس. هيك من القانون بيشتغل. وبيكون في قواميس معينة شائعة الاستعمال. القواميس المهمة يعني لو رحت أنت بالمحكمة واختلفت أنت وغريمك على شغلة والمحامي بعد بدافع بيقول لك هاي ما لقينا لهاش تفسير في الأنظمة واللوائح الموجودة عندهم بالمؤسسة. ولا لها تفسير، ولا ذكرت بالقانون الشركات، ولا ذكرت بالقانون العام، ولا ذكرت بالدستور. لغويا بتعني 1 2 3 بصير يدلل انها لغويا بتعني 1 2 3. يعني اللي بقوله هون انه حتى تفسير الكلمات بالقانون بتضل بتصير. عشان هيك في فيك. فيك يعني بس هالشيء فيش القانون شو برمي؟ فيك بيسحب، برمي وين؟ اخر شيء على اللغه، على الكواليس واللغه تفسر المعالج. كل واحد عبقري وكل واحد جاي يفسر معاه. هلا هناك بدنا نفترض انه في تعب، انه في معاه معروفه بغض النظر مكتوب هلا اليوم في القاموس او بيجوا بيكتبوه بنفس الطريقه. بس انه هلا انا كيف اطبق هلا يعني هاي الفلسفه العامه؟ كيف اطبقها؟ هاو تو ابلاي هاي الدبل ارتكيوليشن ثيوري. اول شيء انه كل الفوكابيولري اللي بستعملها بالانطولوجي تبعتي، هسه بينكم زي ما بقول الانطولوجي تبعتي، يعني بمعنى اخر انا وكاني صرت الانطولوجي تبعتكم بالنسبه لي بطلت انطولوجي. بالضبط هيك انا قاعد بقول. الانطولوجي هاي تبعتكم بتاعت زنار هاي مش انطولوجي. هاي ابلكيشن مش بالفسر مش بالتحفيز كانه هاي ابلكيشن. اها بس اذا بدك تحسن من شغلك شو بتساوي؟ All vocabulary used in an application axiomatization is linked with a vocabulary in the domain axiomatization. كلمة axiomatization أو ontology هون نفس المعنى. Which can be linguistic resource. They will. يعني each concept يعني هيك. Each concept in an ORM model أو بأول كل كونسبت is linked with a concept في انطولوجي لغوي او قاموس. كيف؟ سوري هون انا على فكره قاعد بديش افسر كيف، بس امر عليك بخطوات السريع وبعدين بدخلين بالتفصيل. الشيء الثاني مش بس اللي بتكتبه باللوجيك وبتكتبه هاي بالاو ار ام بكفي، لازم تعمل شيء اسمه جلوس. كل تيرم في الانطولوجي تبعتك لازم يتكاله جلوس. جلوس يعني مفسر بالناتشرال لانجوج. وهاي لها كتابه يعني لها طريقه لكتابه الكلام فيها التفسير، يعني مش تكتب على خاطر. الشيء الثاني في شيء بسميه الكونتكست او السكوب. السكوب اوف انتربريتيشن تاعك كل شيء تبعك لازم ينحط. هلا بنحكي شو بدنا، واخر شيء المودلايزيشن لازم تعمل الانتولوجي تبعتك للمودلز. هلا نيجي للروتين اول واحد هاي شو بتعمل؟ هاي مثلا انا عندي ابلكيشنز وانا بنيت انتولوجي واحد، هذول بيستعملوا انتولوجي اثنين، هذول بيستعملوا انتولوجي ثلاثة، زي هاي زي مثلا الانتولوجي تبعت الحكومة الالكترونية. لما اجي استعمل كلمه ميديسي
الكريديبيليتي. باجي بقول هاي بالاول. هلا انا شغل في كلاس عندي سوري مش سوري اتوقع انها سيتي سيتي او اللي هو في عندي كلاس حطيته هاي حطيت اليو ار اي تبعه وقلت هو سب كلاس اوف وين؟ ايش من الواي اثنين اشتغلنا بالاول انه احنا نقدر نستعمل تعريف بعض. هاي الفكره بس مش تعريف بعض يعني مش مثلا مش تعريف بستعمل شغل رانيا الا اذا يعني هاي تكون ابلكيشن اونتولوجي. لا بتروح بتدور على لينجويستيك اونتولوجي محترمين انت تدور عليه انت اللي قنعت. وكل ما تستعمل كلمه عندك ليش بدك تستعملها؟ ولا سوري عيد استعمال عيد تعريف زي ما بدك بس قول هاي اللي بعنيه هو ها هو نفسه ها وبعدين بتفصل. بهاي الحالة طبعا هلا عندنا ويب سيرفيسز موجودة على الاجهزة اللي بتحاكي البيانات شيء الانتروج تبعتها اللي بنيتها انت بتاعت الحكومة الالكترونية هيك تفسير المعنى كلمة سلري مثلا عربت انت كلمة سلري هلا بس انت كمان نفسك الانتروج هاي عرفت او ربطت روتينج يعني جذرت المعنى تبعك بمعنى اللي موجود على مستوى الوقت. لاحظي بهاي الحالة زي هاي مثلا الانتولوجي زي ما قلنا هاي الانتولوجي بتقول انه في عندنا هاي هاز بروباريتي سوري هاز نيم اللي هي السيتي سيتي هاز نيم. هلا بدل ما انا استعمل السيتي تبعتي يعني اعمل كرييشن لكلاس هون من السفر بروح بجيب الكلاس هذا من وين؟ من لينجويستيك اونتولوجي. وهذا مجرد. هاي اونتولوجي ويل خلينا نعمل سكيب بس هاي اونتولوجي بنيناها على شرحتها قبل هيك للاي كوميرس سي سي فورم هذا الكومبليننج بورتال هذول كلهم بالاخر ابلكيشن اكسبرتايزيشنز. كل هذول السبعه جبتهم قبل شوي كلهم لينكد على هاي اللينجويستيك اونتولوجي او الدومين اونتولوجي. هلا مرات بتقول لي طب هل في اونتولوجي اربط فيها اللينجويستيك اونتولوجي؟ مرات ما فيش. بنهائي او ضيف يعني جيب الوزن اللي تضيف عليه. بس لما تضيف هون بتضيف فيش ابلكيشن بريسبكتيف. ممنوع تحط كونسترينتس ماندتوري يونيكس ممنوع تحط اصلا بتضيف بالطريقه اللي بنضاف عليها يعني بالطريقه اللي انبنت فيها يعني هون تبني بطريقه هون تبني بطريقه. هلا مش هذا المهم بس المهم في كمان شغلتين مهمه انه في عندي انا مش بس التيرم لازم كانوا ايش؟ جلوس هلا بنشرح وكل الانطولوجي هاي لازم يكالها كونتكست. هلا بنشوف شو يعني كونتكست. اول شيء البلوس ندرسها شو يعني كونتكست شو يعني جلوس. الجلوس ان انا اورجيك في عندي مثال اول شيء انا عندي بوك في هاي يعني اول وانا عندي بوك بروح بقول بعرف بوك بعرف بايش مثلا لا مش بقول اريد الماتيريال ذات يلز نوليدج اور اندرستاندينج كومبوزد از بيجز باوند توجذر اند شيلدد باي تو كفرز بلا 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 بلا. هذا الكلام شو معناته؟ انه انا بكتفيش فقط بالتعريف بوك في الاول او بالقواعد كمان بعرفه بالناتشرال لانجوج. ليش؟ طيب اول شيء يعني نفهم شو هاي الضيق هذا بنسميه جلوس. جلوس از ان اوكسيلري انفورمال بات كنترول. هلا بنشوف كيف بنكتب بطريقه خاصه فهو يعني عشان نفسر لينجويستيك تير اجلوس از سبوز تو ريندر فاكتشوال نوليدج
فاك شو يعني معنى آخر نولج حقيقية that is critical to understand the concept but that is for example implausible or unreasonable or very difficult to include في الORM أو في الأول يعني مرات في شغلات صعبة يعني تقول لك الإنسان يعقل وينطق هي هون بالجلوس تقدر تقول يعقل وينطق بس تروح تكتب الORM يعقل وينطق عليك هلا it's not the gloss is not to catalog general information and comments مش عشان حط comments مثل ما بتساوي الدكشنريز تعرف لك كتاب كتب يكتب كاتبا وقال ابن هيثم ان الكتاب مش عارف كذا وقال الشاعر و... لا مش هذا النوع من المعلومات اللي ندور عليه باختصار في ست جايد لاينز عشان تكتب تعريف على فكره هذول مش بس للانتروجي صدقني انت لو تتبعها من اي شيء هلا بتشوف كيف تعرف start with the super type كيف بدك تعرف سيرش انجن شو بتقول a computer program that كل شو مصطلح يطلق على شو ليه قلت مصطلح يطلق على مو مصطلح يطلق على فليش تقول لي مصطلح يطلق على ما هو مصطلح يطلق على ها نعم شو محرك بحث It's a computer program that بتكمل شو تعرف الفويس A business document that شو تعرف جامعة An institution of فبتبلش في ايش؟ سوبر تايب هلا بعدين خلينا اقرا نقطه على هاي كمل هاي بعدين بتحط الصفات الجوهريه المميزه شو تعرف انسان حيوان يعقل وين بس شو بدك تقول لي شو مصطلح يطلق على تبدا الجلوس وبعدين كيف يعني احط يعني الفوكس واللينغويستكس فوكس اون ديستينغويشينج كاركترستكس اند انترنسيك بروبرتيز ذات ديفرنشييت ا كونسبت اوت اوف اذر كونسبتس ركز على هذول كيف حط قارن هذول هلا نشوف كيف تمارد تلك فرق بين هذول عندنا بدنا نعرف لابتوب كمبيوتر طلع فكر قارن هذول التعريف A computer that is designed to do pretty much anything a desktop computer can do. It runs for a short time, usually 2 or 5 hours on batteries. في مشكلة بعد التعريف؟ ها؟ تمارا؟ لا. لا؟ مهنا؟ بطارة الكمبيوتر. لا تقص. 18 بقول لك a computer مظبوط. That is designed to do pretty much. Any desktop computer can do. It runs for a short time. مزبوط? It runs for a short time. على فكرة حط سيرفر حط على بطارية تزبط عليه التعريف صح؟ طيب شوف الثاني. A portable computer small enough to use in your lab. هاي اللاب. ناخذين؟ فأول إشي بلاش بدنا تعريف سوبر تايب هلا تقول لي معناته لازم أعرف السوبر تايب مش ذات قضية مش ذات قضية يعني إنك يعني لازم يكون السوبر تايب فيري بريسايز بس حاول إنك تقول إذا عندك السوبر تايب حط السوبر تايب إذا مش عندك اجتهد حط إشي وبعدين حط يعني بعدين ميز أنو نوع من هذا السوبر تايب أنت بدك شو الصفات اللي بتميزه مش لازم نحط مميزات السوبر تايب لانه اوريدي لا خلص ليه؟ ما انت قلت يا كمبيوتر هون هون ما احنا قلنا بورتابل كمبيوتر هون اول تعريف غلط انه حاطط مميزات السوبر تايب غلط طيب هلا هلا لازم يكون مكتوب ان تيرمز ان فورم اوف بروبوزيشنز شو معنى بروبوزيشن بالانجليزي؟ يعني تقول كذا 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 تو اوفرينج ذا ريدر
inferential knowledge يعني معرفة استنباطية that to help him construct the image of that concept. بتقول مثلا طلعوا a computer program من عارف شو search engine. A computer program for searching the internet, it can be defined as one of the most useful assets. ليش هاي كان one of the most useful assets؟ شو تعرف search engine؟ كل هو من أهم أنواع عم بحكيش عن صفات المميزة طريقة الكلام طريقة التعبير. Computer program for searching the internet. لحد هنمليها. It can be defined as one of the most useful aspects of the World Wide Web. هاي مش proposition. Some of the major ones are Google and مش عارف. هاي مش proposition. بينما الثاني شو بتقول؟ Computer program that enables user to search and retrieve documents or data from a database or from a computer network. Terms of propositions. بعدين استعمال examples ممنوع ومسموح. ممنوع بشكل عام مسموح في حالات. محبب في حالات. يعني تعرف e-book. سوري. تعرف book. هلا e-book book. بس شاء استعمال انه e-book بزبطش على الناس. يعني اذا تعريفك مش من e-book بمعنى اخر. بس يعني كيف هون بنقول استعمل الامثله اللي شاء استعمالها انها غلط بس هي صح او شاء استعمالها انها هي صح بس هي غلط بالنسبه لتعريفك هون استعمل امثله مش مشكله بس قصير طبعا be consistent with the formal definitions طبعا هذا اذا بدك انت تستعمل الجلوسدر الانتولوجي مش الانتولوجي تبعتك بتقول الار ام تبعها او تبعها بيحكي اشي ويتناقض مع التعريف الموجود بالجلوس لحظه سريع طبعا بي سافيشنت بي كلير بي ايزي تو اندرستاند و و و هذا هو هيك بنعرف احنا ايش الجلوس وعلى فكره في البراكتس سيشنز بدي اياكم تتدربوا على كتابه جلوسز للكلمات للكونسبتس اللي حنتعامل معها هلا نيجي للكونتكست شو يعني الكونتكست شو معنى السياق بالمناسبه لا هيك السياق ها تتابع الكلام المفهوم هذا الفلوانسي هاي لا بتقول لي بقول لك شو معنى بنك؟ بتقول لي في الكونتكست تبع الفاينانس بنك معناها فاينانشال انستتيوشن وفي الكونتكست تبع الجيوغرافيا البنك هي ضفة نهر صح؟ ففي السياق بنقول سوري الكونتكست احنا تعرفنا عاده بنقول هو سكوب اوف انتربريتيشن سكوب هو مجال التفسير حسب وين جاي اي جمله طبيعه الكلام هي مش جمله هي في باك جراوند نولج بتكون بس كشف مش اكسبلس ف خلينا نقول نتفق على بغض النظر شو تعريف السياق انه الكونتكست تعريفه سكوب اوف انتربريتيشن فانا لما باجي بعرف السياق تاع الانطولوجي تبعتي الكونتكست شو يعني؟ يعني بدي اعرف سكوب اوف انتربريتيشن للمصطلحات تبعتي ها؟ هل انا اذا انا ببني يعني لما انا اعمل انطولوجي للاي جفرمنت شو سكوب اوف انتربريتيشن تبعي؟ مثلا شو سكوب اوف انتربريتيشن؟ كيف يعني الحكومة نفسها؟ يعني شخص بالنسبة مش عملنا انتولوجي في زنار؟ للحكومة الإلكترونية الفلسطينية؟ هاي الانتولوجي شو الكونتكست تبعها؟ الحكومة الإلكترونية خدمات الحكومة بشكل عام شو؟ شو يعني الحكومة بشكل عام؟ يعني ايش قسمات الحكومة عندنا مثلا؟ ايش بتقدم
لا شو يعني بروسيجرز؟ الجماعة في تداول البيانات، طريقة تداول البيانات. تعرف شو؟ أول إشي القانون الفلسطيني صح؟ بعدين التعليمات اللي التعليمات اللي أقل من القوانين والإجراءات وأنا رأيي كمان كل الداتا بيس سكيمز أو اللي هي الداتا بيس بتاعت الوزارة كلها والناس اللي موجودين هذا هو كل السياق هذا هو سكور في الانترنتيشن هذا هو اللي أنا لما أشوف كل مصطفى اللي عامله أنت غلط في هاي الانترنتيشن بقول لك لا هيك بتفكر الحكومة تبعتنا هيك القانون الفلسطيني الحكم بيننا الأشياء الحكم بيننا الأشياء اللي اعتمدنا القانون الفلسطيني هلا خذ هاي الانترنتيشن وروح على الأردن تمشي هلا مش بالضرورة تمشي لأنه قد يكون اختلافات القوانين ملاحظين هلا إذا ضروري جدا من أول ما أبلش أبني الانترنتيشن أحط السكوب سكوب يعني كونتكست هلا ايش هنا لما اقول شو بنقول براكتس كيف يعني نسوي وي ديفاين كونتكست باي ريفيرينج تو ا سورس ا سورس او ريسورسز زي سيت اوف دوكيومنتس لوز ريجوليشنز انفورمال ديسكريبشنز اوف بيست براكتس اند سيتر ويتش by human understanding لاحظوا أنا عندك جدا في التعليم which